كلمتكم على دوري السوبر الافريقي. انا عندي سؤال لاتحاد الكره المصري. باشا اتحاد الكره المصري اللي حطتنا في خندق طول الوقت الصراع، هنجيب مين لجنه الحكام؟ الانضباط رجعت، فده انتصار على رئيس الزمالك، فنسقف. احنا هنجيب برضو رئيس لجنه حكام اجنبي، وعلى فكره بيفاوضوا واحد برتغالي اسمه نونو، عشان ما حدش يقعد يقول بقى ده فيريرا صاحبه، ده كان جوزيه جايبه قبل كده، ومش عايزين نخش في الدايره الضيقه دي، عيب. فاحنا نقول ايه، يا جبتوا برضو اجنبي، برافو. لكن اصول الشغلانه فين؟ مش موجوده. احنا طول الوقت محصورين في اتحاد الكوره الحضري ومشكلته. كابتن ضياء السيد خد مرتبه ولا لا؟ كلاتنبرج بيتكلم كده ليه؟ ليه 9000 دولار هياخدهم ولا لا؟ كيروش ليه فلوس خدهم ولا لا؟ وخلاص. وخلاص. يعني واحنا بنقول ايه اخبار تاني؟ كاس الشباب اللي هنستضيفها، الاستاد قفل، الاستاد فتح عشان خاطر الزمالك، الاستاد فتح عشان خاطر الاهلي. هو ده علاقتنا باتحاد الكوره. طب انا عايز اسال اتحاد الكوره سؤال. بصراحه يعني. وانا بسال السؤال ده وانا قاعد على هوا اهو، ولا انا عضو اتحاد كوره، ولا انا يعني متمرس في اتحاد الكوره، ولا انا من جهابذه الكوره المصريه، ولا اي حاجه خالص يعني. انتوا لما الاتحاد الافريقي اعلن عن دوري السوبر الافريقي وقال ان الاهلي مختار من ضمن الناس اللي هتخطر، والنهارده على فكره الاتحاد الافريقي حتى سرب الفكره ان هو 8 انديه وهيبقى فيه مجموعتين ويطلع اول وتاني، كل الكلام ده اتسرب النهارده يعني. على الدوري السوبر الافريقي اللي احنا قلنا الانديه بتاعته امبارح، اللي من الاهلي والوداد والترجي وحوريه كوناكري وسان داونز وكل الانديه اللي احنا قلناها، ومازيمبي والانديه اللي قلناها، وبيترو اتلتيكو، كل الانديه اللي قلناها امبارح دي اللي قدامنا دي كلها. حلو؟ وسيمبا التنزاني ده التامن اهو. الاهلي الوداد الاهلي بعد كده ده ايه؟ انا مش شايف. الاهلي وبعدين الترجي والوداد وسان داونز، سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونجولي وحريه كوناكري الغيني وبترو اتلتيكو الانجولي. ادي الثمانيه. طب اتحاد الكوره بقى لما قالوا ده، احنا عندنا امبارح نضحك ونقول زمان الحاج عامر حسين مستخبي في اوضه وقاعد في الضلمه ومشغل اغنيه سواح وانا بتاعت عبد الحليم، ويا عيني الراجل قاعد مدمع، هيعمل ايه في الجدول؟ ادي سوبر افريقي. وبعدين هم كمان قال لك ايه، اللي يشارك في دوري السوبر الافريقي وحابب يشارك في دوري ابطال افريقيا في فكره كده يعني يشارك. يا نهار اسود. والبطوله العربيه عايزه الاهلي حتى الان، وان شاء الله تبقى عايزه الزمالك والاتحاد والاسماعيلي والمصري والمحله وكل الانديه الشعبيه باذن الله تشارك يعني. طب انا بسال اتحاد الكوره سؤال، هو فكر هيعمل ايه؟ يعني هل مثلا فتح خط مع الاتحاد الافريقي قال لهم مثلا، يعني مثلا بعيد عن السامعين، يعني انتوا هتنظموا البطوله دي ازاي؟ وتوقيتات الدوريات المحليه هتشتغل ازاي؟ وايه الطلبات بتاعتنا احنا كاتحاد كوره مصري عشان نوافق ان احنا نشارك اصلا في البطوله دي؟ يعني ايه الثقه اللي الاتحاد الافريقي فيها دي؟ ان يقول لك هنعمل كذا نقول له امين من غير ما حد يساله؟ مش في توقيتات وفي مواعيد وفي مسافات شاسعه بين الدول الافريقيه وبعض؟ يعني انت بتعمل بطوله زي دي وبتقول انا جايب سبونسرز وجايب حاجات وجايب بطوله. هل مثلا اتحاد الكوره بيقول له طب وسيله الانتقال ايه؟ يعني هل في طيران خاص لكل نادي مشارك في البطوله دي الثمانيه دول؟ هل انت هتوفر لهم طيران خاص بحيث ان انا اوفر يوم راح ويوم جاي في توقيتات انا؟ في توقيتات انا كاتحاد كوره؟ ما انت النهارده لو مسافر سي مثلا رايح تلاعب سان داونز، انت عايز يوم رايح ودي يوم جاي، واذا كان في ترانزيتات في النص تبقى مصيبه سودة، ويومين قبل الماتش ويوم الماتش، ادي اسبوع طار. طب هل الاتحاد الافريقي والشركات المتعاقده والفلوس الكتير دي اللي زي الرز دي، هل الاتحاد المصري سال السؤال ده؟ طب هل قعد مع الانديه او النادي الاهلي مثلا لما سمع كده او اعلن انا ما عنديش مانع ان اي نادي يشارك في بطولتين يا عم، بس النادي يبقى فاهم انه هيلعب كل 3 ايام، محدش يجي يصوت لي ولا يلطم لي ولا يزق شبانه عليا، ولا بتكلم عن نفسي، ولا يكلم شبانه يسخنه، ولا يكلم حسين يسخنه، ولا يطلع الشاشات تنتقدني، ولا ميديا ولا المواقع ولا حاجه.
هل اتحاد الكوره بيقعد مع الانديه يقول لها يا انديه مصر اللي عايز يشارك في بطولتين يروح يا عم، بس بين كل ماتش وماتش 3 ايام. انا بقول امثله، يعني انا بحطش الرولز التي يجب ان توضع، انا بدي امثله للاتحاد الكوره. هل انتوا بتعملوا كده؟ هل انتوا بتفكروا كده؟ ولا كل واحد يشتغل على اولى ويقول لها الحاج عامر حسين يبقى قاعد يقول لك الدوري يخلص شهر 5، احنا نقول ايه؟ وبعدين يفوت شهر 5.5، وبعدين يفوت شهر 6 اصله حصل كذا، وبعدين يفوت شهر طب 6.5، فيفوت شهر طب 7، فيجي احمد فلان احمد دياب في الرابطه النائب احمد دياب، طب احنا نتيجه كذا كذا فهنخليها 7.25 اللي هو شهر يوليو وربع، طب 7.5 يوليو ونص، طب اول 8 بقى، ودي وعد مني مش هزود عن كده. مش ده اللي بيحصل كل سنه؟ ما هو عشان ايه؟ كل واحد بيعمل على كيفه. يقدر حد في اوروبا يقدر يشارك في بطوله من غير ما يكون في انجلترا مثلا، من غير ما يكون الاتحاد الانجليزي حاطط النظام الصارم، ولا رابطه الانديه الانجليزيه حاطه النظام الصارم للانديه بتاعتها اللي بتلتزم بيه الاتحاد الاوروبي والنادي نفسه، هتلعب كل 3 ايام. طب هو الاهلي لعب في كاس العالم للانديه اقل من 70 ساعه بكل ماتش وماتش، ما هو الثلاث ايام 72 ساعه. الاهلي في ماتشات لعبها، يعني لو جيت تحسب عدد الماتشات على عدد الايام اقل من 70 ساعه. ولعب. صح؟ ولعب. طب ما تلعب كل 3 ايام ورص ماتشاتي كده وافتح يا سيدي القيد لغايه 35. هل اتحاد الكوره بيفكر في كده؟ ده سؤال. دي نقطه. اخر نقطه، وانا بقول كلام انا عارف ان الناس هتسمع وتتبسط لكن ما حدش يعمل حاجه. عادي يعني، احنا دايما نشتغل في الموضوعات من على السطح. يعني ما حدش بيخش يمد ايده لتحت. يغوص يعني. ليه؟ اللي بيغوص في موضوع عشان يحله الناس تتهمه، امسك اعمل سوي بتاع. يعني يخش على مشكله كبيره انت قررت تحلها، فتغوص فيها عشان تجيب جذورها من تحت وتغيرها وتحلها، فالناس تقعد تخبط فيك تخبط فيك شهر 2 سنه لغايه ما تحلها وتسقف لك بعد ما تكون غسلتك سنه. مش ده اللي بيحصل؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ هل اتحاد الكوره عمل الكلام ده؟ طب تعالى بقى على الانديه. هل الانديه لما الاتحاد الافريقي فكر في السوبر الافريقي طلبت تقعد معاه؟ اللي هو الاهلي والوداد والترجي ومازيمبي وسيمبا وسان داونز وكل الانديه اللطيفه الجميله الحلوه دي وبترو وكل الانديه دي، طلبوا يقعدوا مع الكاف عشان يعرفوا السيستم ايه وهم يقولوا طلباتهم ايه؟ ده انت يا ابني المطرب بتاع الحفل. هو في حفله تتعمل من غير عمرو دياب او من غير تامر حسني او من غير انغام او من غير شيرين من غير حمائي؟ مش الحفلات بتتعمل بالنجوم دي؟ ينفع تتعمل الحفله اعلن عن حفله وعمرو دياب ما يجيش؟ واقول التذكره كان في الساحل الشمالي يا جماعه الحفله التذكره بكام؟ كان بيقولوا بكرسي ما اعرفش الترابيزه ب 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه حاجه كده الصيف اللي فات ده. انا كنت عايز احجز تذكره شرفه. شرفه دي يعني شباك باللغه العربيه. طب انا بتفرج من الشباك اعرف لو انا قاعد يعني في مكان في بلكونه عاليه ولا عماره عاليه كده بعيد، لو هتفرج من الشباك ادفع كام يعني؟ وما يجيش عمرو دياب، فانت هتلم فلوس كتيره جدا 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 على حس مين؟ الاهلي والوداد والترجي وسان داونز، دول الاربعه اللي هم التصنيف الاول، ثم التصنيف الثاني مازيمبي وبترو وكوناكري حريه كوناكري الغيني، مش دي الانديه يا جماعه؟ وسيمبا. سيمبا ده كل ما افتكر ميكيسوني اتضايق. والله. صح؟ هل الانديه بقى قعدت مع بعض وطلبت تقعد مع الاتحاد الافريقي وتقول تعالى يا حبيبي ده انا عمرو دياب بتاع الشغلانه دي، هاخد ايه؟ وهعمل ايه؟ وطلباتي ايه؟ وهاخد طيران خاص ولا لا؟ هتأجر لي طياره ليا ولا لا؟ وفنادقي شكلها ايه؟ ونظامي ايه؟ ومكافئتي ايه؟ وبدلات اللعيبه ايه؟ وايه وايه ده فلوس سف.
ده كاس. اوعى تفتكر ان في حدايه بترمي كتاكيت، يعني اوعى حد في افريقيا يفتكر ان الاستاد انفانتينو بيرمي كتاكيت. ده انفانتينو عايز يعمل بطوله سوبر افريقيا دي مخصوص ويغري بيها العالم كله ويغدق بالمال من خلالها على افريقيا والانديه عشان خاطر اوروبا اللعاب بيسيل. والانديه الكبيره في اوروبا بتفكر بالفكر ده، اللي واقف الاتحاد الاوروبي زي ما بتفكر في الكوره والفنيات والسيستم والنظام بتفكر برضه في الابعاد الاقتصاديه. الفلوس منين؟ عشان كده جات لهم هم بشكل فردي فكره السوبر الاوروبي اللي هو بقى الريال وبرشلونه واليوفنتوس وكل الانديه الكبيره العظيمه دي، والسيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام كل الانديه دي، والميلان اللي وقف فيها بايرن ميونخ شويه وباريس سان جيرمان والاتحاد الاوروبي طبعا وقفها لهم. لكن لحتى الان ليه؟ لازم في ابعاد موازيه، فلوس فنيات وفلوس، فنيات وفلوس، مفيش فنيات من غير فلوس. الاهلي مش هيجيب مولكا اللي قاعدين نقول مولكا مولكا كان مثلا الاهلي هيجيب ميسي. مولكا اصله ب 4 مليون دولار، لازم تجيب يكون عندك موارد تدخلك 4 مليون دولار عشان تجيب مولكا وتجيب 30 مولكا عليه. صح، عشان تروح تلعب بقى السوبر افريقيا وتروح كاس العالم للانديه تبقى احسن من كده وتروح تلعب في كل حته وانت جامد جدا لازم يكون عندك مداخيل كبيره جدا. عشان كده بقول لكم الاهلي ممكن يفاضل بين الاثنين، يجي في وقت يلاقي نفسه بيفاضل بين البطوله العربيه وكاس السوبر الافريقي، هاخد من مين فلوس اكتر؟ وهكسب ازاي اكتر؟ واذاكر دي واذاكر دي. ممكن الاهلي يعمل كده. يقول لك هشتغل على العربي والعب دوري ابطال افريقيا، مش لاعب سوبر. او هشتغل على السوبر مع دوري ابطال افريقيا، او هشتغل على السوبر مع العربي مش هشتغل دوري ابطال افريقيا، هيقعد يذاكرها فلوس. طب عشان تذاكرها فلوس مش لازم تعرف ليك ايه وعليك ايه وتقعد مع الناس وتقول طلباتك وانت حاطط ايه كده اهو رجل على رجل، مش عارف احط رجل على رجل ماشي وانت حاطط رجل على رجل يعني جيت احط رجل على رجل ما عرفتش. الدنيا ضيقه، الدنيا ضيقه، مصر دي اوضه وصاله. كل دي حاجات انا بقولها لاجل التنوير وتسليط الضوء على حاجات ممكن تفيد الناس، ممكن في الاهلي في الزمالك في اتحاد الكوره في اي حته، واللي عايز ياخد بياخد واللي متضايق متضايق واللي يزعل يزعل واللي يتبسط يتبسط.